ننتقل مشاهدينا لفقرة كثير منكم بينطروها وبحبوها عبر شاشتنا. اليوم ضيفنا هو أحد أبرز الأطباء بالجراحة التجميلية، من راح الدكتور توني نصار. أهلا وسهلا فيك دكتور، تفضل. اليوم ما بدنا نستفيد من وجودك معنا، وأكيد نستفيد من خبرتك حتى نحكي عن موضوع كنا بنفكر فيه، ولكن ليه اللي بيطرحوه صارت اليوم الجراحة التجميلية بمتناول الجميع، ولكن اللي أكثر شيء بيستخدموها وبتصور بيستفيدوا منها هن النجوم أو النجمات بالأحرى، إن كان بالعالم العربي أو بالعالم. وحضرتك معروف أنه وضعت لمساتك الخاصة على أبرز النجوم بلبنان، العالم العربي والعالم، وبدنا هيك نحكي شوي بالتفصيل عن الجراحة التجميلية للنجوم. جراحة التجميل عند النجوم والنجمات خاصة تختلف شوي عن الجراحة التجميلية العامة، لأنه تتطلب دقة أكثر ودراسة أكثر للحالة. اليوم شخصيا بنعتبر انه عملية التجميل عند النجمة او النجم هي مسؤولية كبيرة لجراح التجميل. ليه؟ لانه بده ينقل شخصيتها ونفسيتها على الصورة اللي هي تطلبها او الصورة اللي بدها تظهر فيها. من هون الشغل رح يكون اكبر ورح يكون دقيق اكثر، وبيتطلب جهد اكثر، وبيتطلب نوع من البرايفسي اكثر، من الخصوصيه، خصوصيه اكثر، ان كان بالعياده او بالمستشفى، ان كان طريقه الشغل، لانه بنعرف النجمه او النجم ما فيهم يبعدوا كثير عن الحياه الاجتماعيه، وعلى طول عندهم بده يظهروا، اوقات مضطرين يظهروا خلال يومين او ثلاثه او اسبوع. من هون ما فينا نبعدهم عن حياتهم، بدنا نخليهم عايشين ضمن حياتهم الاجتماعيه كلها سوا، ونخلق لهم نتيجة هن بيحبوها. يعني هل فينا نقول انه النجمات او النجوم بيتلقوا اهتمام اكثر منك دكتور نصار؟ هن بيفرضوا هالشيء علينا بظرف حياتهم، بظرف شغلهم، بيتطلبوا عناية اكثر اكيد، ما فينا ننكر هذا الشيء، لانه حياتهم الخاصة وطريقة حياتهم تطلب منا عناية أكثر، حتى يمكن الوقت من نقوم فيه بالعملية بيبقى غير عن وقت العمليات العادية. أحيانا بيطلب منا أنه نستقبلهم بأوقات خاصة لهم، بأوقات متأخرة. نسمع أنه بآخر الليل تجرى هالعمليات، بفوتوا سرقة إذا بدك على المستشفى حتى ما حدا يشوفهم، هيدا النوع من الاهتمام الخاص اللي هن بيتلقوه؟ اكيد اول شيء بيكون بمستشفى خاص، ممكن اكيد يكون بوقت كثير متاخر او بوقت بيوم عطلي، ما يكون في عجقه ناس وعالم، ممكن تدخل وتخرج من المستشفى بطريقه مخفيه حتى ما ضروري ينذكر الاسم. من هون في معاملات خاصه متبعه. مسموح هالاجراءات بالعمليه بالمستشفيات عندنا بلبنان؟ طبعا مسموح اكيد، يعني هذا شيء قانوني شرعي، منه ضد القانون، ولكن هذه خصوصيه عم نحميها، وانا كطبيب كجراح تجميل مفروض حافظ على هذا الشيء. بالعكس هذا بيتطلب منا انه نحافظ على خصوصيه كل شخص، ان كان فنان او انسان عادي. والشغل، طريقة الشغل تختلف شوي، يعني التيم ككل والجراحة كلها سوا، إن كانت عمل تجميلي بسيط أو جراحة تجميلية كبيرة أو أكثر من عملية تجميل وحدة، من هون تتطلب تحضير قبل، وتحضير حتى تحضير لصحة الفنان أو الفنانة، من فحوصات، من تحضيرات للعمليه اللي بده يقوموا فيها قبل بوقت. الى اي مدى بيلجأوا النجوم للجراحه التجميليه، وقد ايه مظهرهم بيساهم بنجاحهم؟ كل يوم عم بيزيد اكثر، يعني بنحس النجوم او النجمات عم بيتطلبوا اكثر بكثير، واحيانا يمكن عم بيزيدوا بطلبهم. هذا الشيء بحس بيرجع كثير ل يمكن للاشياء اللي عم تتطلب منهم، لزياده الفانز وزياده للناس اللي بتجي على العياده وجايبه صورهم. يعني اليوم بنحس كل فنان او فنانه في عندهم ناس مغرومين بشكل معين فيهم، يعني ناس مغرومين بانفهم، ناس مغرومين بشفافها، ناس بخدودها، ناس بجسمها. اليوم صار في ايكونز للجمال، يعني في نجمات معروفين بجمالهم، او اذا بدك نجمه معروفه بمنخارها، بشفافها، بعيونها. صح، فإذا فينا نستعرض صورة نظهر فيها شوي عدة نجمات، وبيبين يعني كل نجمة
تقريبا بشو معروفة أو شو بيحبوا الناس فيها. ممكن يحبوا خدودها، ممكن يحبوا شفافها. خبرنا شوي عنهم دكتور. هون عم نشوف أنجلينا جولي. أنجلينا هي على راس الليستة، على طول مطلوبة، على طول بنطلب كثير شفافة. وبنحب نركز إنه حتى هالجمال الموجود هو بيتطلب عناية، يعني حتى لو شخص خلق عنده شيء خاص فيه، مثلا عنده شفاف حلوين، بحاجة مع الوقت انها تقوم بعمل تجميلي لتحافظ على هيدا الشيء. يعني فينا نقول انه أنجلينا معمولين شفافة ام لا؟ لانه في صراع على هالموضوع. مثل ما ذكرت، حتى لو خلقت بشكل جميل لشفافة ما بيدوم مثل ما هو. هذه بنسميها انهانسمنت. يس، انهانسمنت. يس، من هون التجميل هو دوره منه بس لنخلق شكل حلو بس، ولكن لنحافظ عليه. لازم الفنانة تقوم بشكل متواصل بعمل تجميلي او بعمليات تجميلية. من هون الفرق مع بين الفنانة والشخص العادي، انها بحاجة على طول لمينتنس، وبحاجة لتقوم بعمل تجميلي بوقت قريب وسريع. يعني ما فيها تنطر سنين، وما فيها تضلها تاخذ نتيجة وتتركها سنين مثل ما هي. يعني الاسباب بتختلف دكتور نصار، الاسباب اللي بتدفع نجمه لتعمل عمليه تجميل بتختلف عن اي صبيه او امراه عاديه بتقدر تعمل اي نوع من العمليات. اكيد، وخصوصا النتيجه اللي حصلت عليها او العمل اللي عندها اياه او اللي بتنوي تعمله. احيانا بحبوا يغيروا شوي بلمحهم بكل البوم بينزلوه او بعمل فني بيقوموا فيه، بحبوا يكون عندهم اشياء شوي ظاهرة او اشياء بيكونوا شايفينها بعمل سابق انه منا كتير حلوة، بيحبوا يغيروها. من هون المشكلة بالنسبة لنا كجراح تجميل انه بتبقى الفترة قصيرة كتير، لنقول عندها عمل بعد شهر، وبهذا خلال هذا الشهر لازم نقوم بالعملية ويروح الورم ويروح الزراء وتاخد النتيجة. من هون بيتطلب منا ان نستعمل اشياء خاصة لإلهم من أدوية ومن. ليش بس أشياء خاصة لإلهم؟ لحتى ما نفوت بمشكلة الزراء والورم والأشياء اللي بتتطلب مرحلة شفاء ما بعد العملية، مرحلة طويلة. لأنه اليوم نعرف عملية التجميل أحيانا بتطلب 3 أشهر أو 6 أشهر لتاخدي نتيجة أو ليروح الورم والزراء، بينما عند الفنانة ما فيها تنطر 6 أشهر. من هون احيانا. طيب ليش انا بدي انطر 6 أشهر اذا بقدر مثلا انطر مثل الفنانه؟ فيكي ما تنطري. شو الفرق بيكون؟ السعر؟ احيانا السعر، احيانا الامكانيه اللي ممكن اقوم فيها، الظرف، الوقت، نوع العمليه شو هو، يعني بتختلف. يعني الأسباب في تقنيات خاصه او اجراءات خاصه بتشيلوها بس للنجمات والنجوم؟ هلا فينا نقوم فيها لاي شخص كان، ما ضروري بس هي مخصصه لالهم، بس مثل ما قلنا بتتطلب بكلفه اكثر. هذا السبب الرئيسي. حضرتك معروف كبلاستيك سيرجن اوف ذا ستارز، هيدي مسؤوليه كبيره بتعتبرها دكتور نصار؟ هي مسؤوليه بس انا بحبها كثير. يعني بحس انه مثل كل واحد عنده حلم، بحس هالشيء انه كثير بحبه وبقوم فيه بكل رياحه، وبحس انه يعني نجاحهم عم بساعد فيه. يعني اليوم وقت الفنانه عم تنجح وعم توصل للنجوميه وتوصل للمرحله اللي بدها اياها، في تاتش معين او في نقطه معينه ساهمت فيها او ساعدتها لوصلت. بالعكس هذا الشيء بحبه كثير. المسؤوليه اكيد كبيره، لانه مثل ما انت مسؤول عن كل طله حلوه، انت كمان مسؤول عن كل غلطه. اكيد، لانه المسؤوليه اكبر بكثير. من هون لازم يكون في دقه كثير، لازم يكون في تفكير كثير بالعمليه اللي بنقوم فيها. اناليسيس لازم تكون كثير واضحه وكثير دقيقه. اليوم وقت بنخطط لنقوم بعمل تجميلي لفنانه معينه، بدنا نتروى كثير، بدنا نحسب حسابات كثير، بدنا نحكي عن المضاعفات اللي ممكن تصير معنا، بدنا نشوف شو عامله قبل وشو حاطه بوجهها قبل او شو حاطه بجسمها قبل. من هون ممكن ياثر على العمل اللي بدي اقوم فيه اليوم، لانه اليوم الجسم او الوجه منه شو هو اليوم بس، هو شو بالسابق كان محطوط فيه وشو انزرع وشو انحقن وقد بيحمل لبعدين. نعم، وعلى طول عند الفنانه المفروض ما نفكر كثير بنتيجه كثير طويله، لازم نفكر بنتيجه حلوه وقصيره. ليش هذا القصير؟ ممكن بعد فتره تغير. ما بنزيدها شوي نحن بالعالم العربي دكتور نصار؟ في شوية زيادة بلا، وفي يعني في نجمات بغيروا مظهرهم وشكلهم مثل ما بغيروا ألبومات. بنحس الطلب أكثر بكثير من الجواب اللي بنعطيه نحن. يعني
بينطلب منا لنقول 100 بنعمل 50، من هون الطلب على طول كثير وزياده وبيطلبوا اشياء كثير. ليه؟ لانه هي هو كفنانه وهي كفنانه يعني نجوميه بتخليهم يعيشوا بحياه بنمط حياه مختلف عن الحياه العاديه، من هون بتصير عندهم احلام كثير يعني بعيده شوي عن الواقع اللي كل ست بتعيشه، وبتحب ما تظهر اي علامه تعب ولا اي علامه عمر على وجه او على جسمها، من هون بتلجأ لعمليه التجميل بشكل مستمر. بعرف دكتور انت وضعت مسيرتك على عدد من اهم نجمات لبنان، ومش كلهم بحبوا بعض بكل صراحه، وفي منافسه كبيره بينهم، بتواجه مشكله بتجي بتقول لك مثلا عملت لها منخاري احلى من منخاري، طلعت احلى مني؟ اكيد الغيري موجودة على طول، بس اهتميت فيها أكثر ما اهتميت فيها، طلعتها أحلى مني، قد إيه بتسمعها هي؟ هي إنه الغيري موجودة وبتصير كثير، بس هيدي منه شيء مهم نتخطاه بسهولة. أحيانا كثير من تشوف فنانة جايبة صورة فنانة ثانية وبدها تكون عندها شكل معين، بدها تلبقه على وجهها أو على جسمها. هذا الشيء يمكن اوقات بيضحك. شو بتعمل بهالحالة؟ بنعرف كثير من النساء والصبايا العاديات بياخذوا الصورة وبيجوا لعندك، أنا بدي تعمل لي مثل هالفنانة مثلا لأنه بتحبها، يعني شيز أفان، ولكن لما نجمة بتاخذ صورة نجمة أخرى وبتقول لك اعمل لي مثلها، شو بتعمل بهالحالة؟ هون ساعتها بتندرس الحالة وينشاف إذا ممكن هذا الشيء هالجزء لنقول يصير يشبه الجزء اللي هي طلبته، وخصوصا بمنطقة الوجه. منطقة الوجه منطقة كتير صعبة عند الفنانة، مدرسها بشكل نقط كتير عديدة، يعني حتى لما نقول منطقة الأنف منا منطقة واحدة، أو الخدود أو الشفاف، بنقسمها كتير لنقط حتى نقدر نبرزها بشكل حلو. عند الفنانة وقت بدها تشبه بفنانة تانية بصير في صعوبة أكتر، لأنه بيبقى الشكل وجهها كله ملائم مع بعضه، وممكن يكون مختلف كثير عن الفنان الثاني. او بكل بساطه دكتور، في نجمات احلى من نجمات، يعني طبيعتهم احلى. اكيد، او فينا نقول مش بس احلى، يمكن متناسقين مع وجه متناسق مع بعضه اكثر، لانه مثل ما قلت الوجه مقسم منه واحد، منه شكل واحد. من هون يعني بنحاول نفسر لهم ونبعدهم عن فكره الكوبي بيست، عن فكره نشيل جزء نحطه بالوجه، او نشيل انف ونشيل خدود ونشيل شفاف. يعني من هون شوي يمكن المعاينه بالطول شوي، والمفروض ناخذ ونعطي كثير، نحكي كثير، هالشيء بيتطلب وقت كثير لندرس الفنانه، حياتها، نمط عيشتها، شو بتحب، شو بتحس، مرقة بمرحلة ديبريشن يمكن، نعم، مرقة بمشاكل فنية، بمشاكل شغلة، بمشاكل يمكن اجتماعية، يمكن تكون عم تاخذ قرار عشوائي، وأحيانا أحيانا ممكن يكون عم تاخذ أدوية وماشي عليها، المفروض ننتبه لهذا الشيء، يعني المفروض قرارها يكون واضح ويكون له سبب أساسي، ما يكون فشة خلق ولا يكون ناتج عن سبب منه اساسي منه مقنع. ترفض تعمل عمليات معينه؟ طبعا، حتى للنجمات؟ اكيد، ولازم نرفض، وخصوصا عند النجمات، لانه النجمه ممكن تطلب كثير اشياء، ولكن العمل ممكن يكون فيه يكون غلط لها، يعني منه المهم انه نقوم بالعمل قد ما مهم نعطي نتيجه، بما انه النتيجه مسؤوليه كبيره عندها. نعم. لهالسبب لازم نرفض، واحيانا كثير بتصير معنا ويمكن بيصير في زعل من وراها، بس بنفضل انه تزعل وترجع لانه لمصلحتها بدل ما تندم، بدل ما نقوم بالعمل. شو الفرق برايك دكتور نصار بين عمليات التجميل بالعالم العربي او نجمات بالعالم العربي وبدول الغرب؟ يعني دول الغرب احيانا وقت بقوم بعمليه تجميل لفنانه اجنبيه على طول بتحب المينيموم، يعني بتحب ما تشتغل لنقول على الوجه كله، تشتغل على بارت صغير ممكن يكون مضايقة أو حاسة إنه أعطيها نوعا ما من الكبر أو تعب، أو على الصورة على الكاميرا ما مبين كثير حلو، مثل ما بتعرفي إنه يعني تدريجيا الكاميرا مشكلة، الكاميرا مشكلة لأنه الكاميرا بتبين دوبل أو أوقات تريبل الصورة مثل ما هي. من هون العمل على الفنانة هو العمل على الصورة كيف ظاهرة فيها، لأن في أحيانا كثير فنانات ما بتظهر بين العالم، بس بيعرفوها من الكاميرا، بيعرفوها من التي في، بيعرفوها من المجلات، ما بيشوفوها شخصيا كثير،
من هون العمل التجميلي المفروض يكون على صورتها خلال الشاشة، يعني انا بدي اظهر صورتها خلال الشاشة تكون حلوة، منا الصورة الطبيعية اللي هي تظهر فيها بين العالم. والصورة اللي على الشاشة مثل ما قلنا هي مرتين او ثلاث مرات زيادة، من هون وقت تقوم مثلا بتكبير خدود بحسوها هي كثير نصحانة على الشاشة، على الشاشة، بينما هي بالواقع منا نصحانة. والضوء والتصوير بيلعب دور كثير كبير، يعني اليوم الانجل اللي بنصور فيه او بناخذ فيه الفنانه هو أساسي. بيلعب دور كثير كبير، معقول يبينها ناصحه ضعيفه في خيالات ما كل في خيالات. هالاشياء بتاخذها بعين الاعتبار لما بتاخذ قرار اي نوع من العمليه؟ واحيانا كثير وقت اللي بيظهروا على شيء على التي في بدقوا لي بيقولوا لي شوفنا وشوف شو بدنا، يعني هذا كثير سؤال بينطرح وكثير اتصالات بتيجي، مثلا انا هلا على الام تي في شوفني شو بدي. اذا بدك نعمل انتاج تاعنا هون بس ما عندنا مشكله، المخرج مستعد. اوكي ساعدني المخرج. دكتور توني نصار بدي اشكر وجودك معنا، الموضوع